الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. دانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من أبناء المحافظة، الذي نتج عنه إصابة 5 أطفال أثناء رعيهم الأغنام بمديرية حيس. وقالت قيادة السلطة المحلية بالحديدة في بيان صادر عنها أن الجريمة التي قامت بها ميليشيات الحوثي بقصفها لسكان وادي نخلة بمديرية حيس بقذائف الهاون ما هو إلا استمرار للجرائم التي تقوم بها تلك الميليشيات بحق المدنيين من أبناء المحافظة، وتأكيدا لعدم التزامها بكل المواثيق والاتفاقيات الإنسانية. وأضاف البيان أن هذا الاستهداف ليس الأول لهذه الميليشيات الإرهابية التي اعتادت على انتهاك الحقوق والحريات ونقض كل المواثيق وعدم احترامها للنساء والأطفال وكبار السن الذين أضحوا في أولويات جرائمها الإنسانية التي ترتكبها تلك الميليشيات دون أي وازع ديني أو أخلاقي. وطالبت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة الأمم المتحدة وفي مقدمتها بعثة أونمها المعنية باتفاق الحديدة وكل منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها تلك الميليشيات وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية وسرعة محاسبتها وتقديمها للعدالة الدولية. أشاد وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري بنشاط وعمل لجنة الخدمات بالمحافظة، ونوه خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة بأهمية مواصلة جهودها في محاربة ظاهرتي البسط والبناء العشوائي في أحياء مدينة عتق، لافتا بدورها في الحفاظ على مظهرها الجمالي وتسهيل عملية تنفيذ مشروعات التحسين فيها، مؤكدا اهتمام المحافظ الشيخ عوض بالوزير بعمل اللجنة ومساعدتها على تدليل أعمالها الميدانية ودعم قراراتها بقوة النظام والقانون. وكان رئيس اللجنة المهندس حسن البرما قد استعرض طبيعة المهام التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدا عزمها على إزالة أي استحداثات أو مباني عشوائية إن وجدت في أحياء المدينة وتصفيتها منها. دشن وكيل محافظة صعدة جمال العزام ومدير مديرية رازح مطر مرقي ودشنوا مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه لنازحي صعدة بمديرية رازح بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة الطيبة للتنمية. وأكد العزام أهمية هذه المشاريع في تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في صفوف النازحين والمجتمع المضيف خصوصا الأطفال والنساء، مثمنا دعم مركز الملك سلمان لما يقدمه من خدمات ومشاريع إغاثية في مختلف المجالات. اليوم هذا المشروع مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير مياه لنازحي محافظة صعدة في هذا المكان بالتمويل كامل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يأتي هذا المشروع اليوم في ظل احتياج كبير وشديد للنازحين في هذه المنطقة الذين كانوا يعانون من كثير من الأمراض وترهقهم عملية الترحل والبحث عن المشافي هنا وهناك، فجاء هذا المشروع لتخفيف المعاناة وإدخال السرور على إخواننا في هذه المحافظة من النازحين في هذا المكان في مديرية رازح. نحن نبعث رسالة شكر اليوم لإخواننا في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا الدعم اللامحدود لإخوانهم وشقائهم في اليمن في أكثر من مكان وفي أكثر من محافظة وفي أكثر من قطاع، وليس هذا بعجيب ولا بغريب على إخواننا، ونقول لهم جزاكم الله خيرا عن كل كبد أدخلتم السرور عليها وخففتم المعاناة عنها، خاصة الأطفال والنساء الذين كانوا يعانون أشد المعاناة من عملية السفر والترحل من أجل البحث عن مشفى أو مركز صحي. هذا المركز سيخدم كافة النازحين في هذه المنطقة وكل من يسكن في هذه المنطقة كذلك من أبناء رازح يستطيع الحصول على الخدمات هذه العيادة والخدمات خدمات المياه بشكل مجاني كامل، تتوفر فيها الرعاية الصحية الأولية، المعاينات، تتوفر فيها الأدوية المجانية، تتوفر فيها صالات الملاحظات، ملاحظات الرجال وملاحظات النساء. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لقيادة التحالف قدمتهم المملكة العربية السعودية وكذلك مركز الملك سلمان على ما قدموه للأخوة النازحين هنا
فهنا في هذه المنطقة في الأراضي اليمنية كثير من الأخوة النازحين اليمنيين من مديرية رازح، فهم بحاجة إلى العناية الصحية كذلك إلى التعليم وإلى كل ما يتطلبه الحياة. فإحنا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من مركز الملك سلمان الذي قدم لهم هذا المشروع وغيرهم من المشاريع الخيرية. هذه العيادة الطبية استجابة لرغبة المواطنين واستجابة لدعواتهم، فخففت كثير من المعاناة ووفرت كثير من الخدمات وسهلت الأمور على 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 كبار السن وعلى الأطفال وعلى النساء. ونحن بهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما يقدمونه من خدمات في كل المجالات، في مجال الغذاء وفي مجال الإيواء وفي مجال المياه وفي مجال التعليم وفي مجال الصحة. ونحن سعيدون هذا اليوم وفرحون بفرحة المستفيدين من هذه المشاريع، حيث غمرهم السرور والفرحة لأن هذه المشاريع خففت عنهم كثير من المعاناة. هذا ليس بغريب على الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونحن بهذه المناسبة نشكر المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، فقد قاموا باحتضان النازحين من بداية الحرب إلى الآن، فكانوا لهم الأمان حين انعدم عنهم الأمان، وكانوا لهم المأمن في وقت الشدة والضيق، وفروا لهم كل ما يحتاجونه من الأمور الأساسية للحياة. نفذ صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك حملة نظافة إضافية في مديريات العاصمة. وأوضح المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس قائد راشد أنعام بأن صندوق النظافة كثف عمله الميداني في كافة مديريات عدن، وأن جهود رفع مخلفات النظافة للمنازل والأسواق والشوارع تضاعفت بوتيرة عالية خلال إجازة العيد بمشاركة آليات الصندوق وفرق العمل الميداني لعمال النظافة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل موزعين بين الآليات وأعمال الكنس والبرش، وكذلك في مكبات القمامة والمحطة التحويلية والورش لإبراز العاصمة عدن بالمظهر المشرق واللائق، لافتا إلى أنه تم رفع وترحيل 6813 طنا من مخلفات النظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للفترة من 27 من يونيو حتى 3 من يوليو. وصلنا إلى نهاية الأخبار المحلية، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله.